حلقة اليوم من الهارد كور، انا هحول الاند الى العالم العادي عن طريق ان انا انقل جزيرة من العالم العادي للاند وابني عليها البيس بتاعي. ده جزء من مخططي الكبير على مدار 10,000 يوم في السلسلة دي، ان انا احتل كل عالم في ماينكرافت. فهنبدأ بالاند عشان ليه لا. فياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك عشان احس ان انا بعمل حاجة في حياتي، مش كده يعني حرام. وكمان ما تنسوش ان في نسبة كبيرة منكم مضيعين نص حياتهم مش مشتركين في القناة، واللي هو اغبى قرار في الحياة. يعني دلوقتي احنا نبدأ في المشروع ده ازاي؟ سؤال حلو. محتاج اشيل كل الاوبسيديان تاورز دول، ما بفضلش غير حاجه واحده اللي انا افجر الاند ذات نفسه. كل الموارد دي حرفيا تبقى صعبه جدا للتجميع. خلينا نبدا بس بالحاجه البسيطه الاول، نقتل التنين 20 مره. فبين اللي انا عملت بث مباشر قبل كده بقتل 20 تنين في البث مباشر، ما اظنش ان انا هحطها في الفيديو لان كده هطول الفيديو على الفاضي. 2000 years later. اوكي نايس. دلوقتي انا 20 بوابه مفتوحه، والصراحه شكلهم حلو قوي، بيفكروني بمشروع الاند اللي انا عملته زمان. انا ليه محتاج ال 20 بوابه مفتوحه؟ ليه لا. دلوقتي جه المهمه الاصعب في الاند ده كله، يمكن في المشروع كله، يمكن في الفيديو كله، يمكن في حياتي بالكامل، الله اعلم صراحه. يعني هي اللي انا عارف ان هي صعبه، هي اي صعبه قوي. محتاج اشيل كل الاوبسيديان تاورز دول واحد ورا الثاني لحد ما ينزلوا تحت خالص للفويد، وبعد كده نعمل تي ان تي ماشينز من اللي احنا عملناه في فيديو الحفره من هنا كده لهنا، كونتير قوي، وتروح شايله ام الجزيره دي بالكامل، لان انا مش هقعد اكسر فيها. يعني مستحيل كده الفيديو هياخد 3 اسابيع لو قعد اكسر في الاند دي. عشان نعمل الموضوع ده محتاجين بيكاكسات كتيرة، وانا معيش غير بيكاكس واحد، فخلينا نروح نحل المشكلة دي. منطقتي العزيزة، ما شفتكيش بقالي وقت طويل، وعلى الاغلب بعضكم اخر مرة شاف فيها منطقتي كان البث المباشر الاخير على القناة التانية اللي كنا شغالين فيها على البتاع ده. حاب اقول لكم انه خلص وشكله خرافي جدا. طبعا انا جبت بيكون، انا جبت 2 بيكون اكشلي، عشان واحد هستخدمه في الاند والتاني هسيبه هنا في البيس. ان انا اجيب البيكون دي كانت حاجه صعبه حبتين، لان ما توقعتش يكون الوادر بوز بالصعوبه دي في الهارد كور، ولكن يلا الحمد لله. يعني عموما زي انتم شايفين هنا المكان ده بقى اسطوري، حرفيا اسطوري. تعالوا اديكم الجوله على السريع. بوابه النزر الضخمه الجميله جدا، المخزن اللي ملوش اي 30 لازمه، 100 الفيليجرز اللي انا اتعذبت فيهم 4 ايام حقيقي عشان ارجعهم تاني، بامبو فارم شغاله جامده، بي فارم واللي هي شغاله جامده جدا. عندنا هنا مكان بيكون، كان واحد عمل اقتراح للفكره دي في البث المباشر ان يبقى فيه زي حوض سمك المكان اللي في النص ده، ويبقى في نفس حوض السمك ده فيه البيكون ويطلع منه شعال فوق. فيا شغل خفيف بقى دلوقتي، احنا محتاجين بيكاكسات. عندنا فيلجر بيبالي افشنسي 5، فيلجر بيبالي اون بريكنج 3، وطبعا فيلجر بيبالي مندنج. فتكنيكيا احنا في وضعنا في السليم. كل انا محتاج اعمله بس ان اعمل لي شويه بيكاكسات، اعمل لي شويه شالكر بوكسز، وبكده نكون احنا مستعدين. انا طبعا اكون بجمع كل الاوبسيديان انا مكسره والمشاريع قادمه، فعشان كده جايب معايا 4 شلكرات الى اللانهايه وما بعدها. ومن هنا بدات انا اكسر برج برج لحد ما اوصل ان ما يبقاش فيه ابراج خالص تاني. ولو بتسالوا ان الريبلاي غريب شويتين ليه، ده بسبب ان ده مش الريبلاي الحقيقي. الريبلاي الحقيقي مش لاقيه لانه متسيفش بطريقه ما، فده ريبلاي من عالم تاني عندي، بس بوريكوا الطريقه اللي انا كسرت فيها الابراج. بعد ما خلصت تكسير كل ابراج الاند، دلوقتي ما بفضلش غير حاجه واحده اللي انا افجر الاند ذات نفسه. وبين ان دي هتكون اكتر حاجه هستهلك فيها موارد، اكتر حاجه هتكون صعبه مش هقدر اعملها من غير سلايم فارم. ده السلايم فارم ذات نفسها ما خدش وقت قد كده، بس اللي خد وقت قوي الاي اف كي، لان انا قعدت ساعتين ونص عشان اضمن اكبر كميه سلايم ممكنه. ولو في حد من بيتفرجوا شبه الاخ ده كده ومش فاهم احنا عايزين السلايم فيه، احنا عايزين السلايم لانها جزء اساسي من الالات اللي هتفجر الاند بالكامل. انا اكون فهمت. اول مره اعرف عشان اعمل سلايم فارم لازم اعذب ايرون جولم. دي احلى فارم في حياتي. اوكي احنا فكنا اكتر من ساعتين، خلينا نشوف كميه الموارد اللي جات لي. مش عارف ليه عندي اساس ان انا الاقي صفر، ربنا يستر. انا لقيت صفر همسك الكمبيوتر واروح حرقه بجزم ولع. اوكي في سوس سلايم اوريدي، فالفارم شغاله بسم الله. كيف اظن ان احنا جبنا موارد حلوه، بس مش فاهم ليه في هنا، هي دي بقت موب فارم، في وحوش بتترسبن، وده شيء وحش. ياب في وحوش بتترسبن، ده معناه ان احنا لازم ننور المنطقه دي اكتر كده. المفروض دلوقتي ولد عيب، المفروض دلوقتي يبقى كل حاجه تمام. اوكي الصراحه دي فارم حلوه قوي. خلينا ناخد كميه شالكر بوكس واحده، خلينا نرجع للبيت، حاول كل السلايم بولز دي السلايم بلوكس.
وبكذا بقى معانا 3 ستكات سلايم بلوكس. انا متأكد ان انا احتاج اكتر، بس لو احتاجت اكتر هبقى اجي اعذب، بس لو احتاجت اكتر هبقى اروح افك في الفارم الجامده تاني. دلوقتي وقت اللي احنا نبني الالات، الموضوع ده هيطول كتير. او في الحقيقه الموضوع ما طولش كتير، ولكن انا عملت الموضوع ده قبل كده مرتين في قناتي، مره لما كنا بعمل الفيديو ده، والمره تانية مش فاكر صراحه، بس انا عملها مرتين تراست مي برو. لو عايزين تشوفوا الالات دي وهي في الشغل الحقيقي روحوا شوفوا الفيديو ده، عشان ده فيه كل حاجه عن الالات وكل حاجه عن التكسير. وانا الصراحه مش عايز احط تكسير كتير لان انا بقيت معروف بالتكسير. احنا حاليا في اليوم 297 وداخلين على اليوم 300، وفي الايام دي كلها انا قدرت اشيل الجزيره بالكامل. طبعا كل التنتي ماشينز اللي انا بعملها بعض منها كتير اتدمر، واضطريت ان انا اكسر شويه اكتر بالايد، ولكن قدرت ان انا اخلص المشروع ده بالكامل. لكن ممكن احط لكم ريبلاي مود والان كله بيكسر بالتي ان تي ماشينز، بس ده هيكتر الريبلاي مودز في الفيديو، وانا مش عايز يبقى في ريبلايز كتير في الفيديو. دلوقتي احنا بقى عندنا ال 20 بوابه مفتوحه، بوابه الاند اللي احنا بنرجع منها هناك، والبلاتفورم في حته ما هناك بالظبط شايفينه. دلوقتي ما بقاش فاضي غير ان احنا نجمع موارد البناء ذات نفسه، لان الجزيره هنحتاج فيها موارد كتيره جدا من ستون اند سايد طف وكمان ديب سليت. معروف ان كل الموارد دي حرفيا تبقى صعبه جدا للتجميع، فبما ان الموارد دي صعبه جدا 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 اللي انا لسه قاعد بتكلم فضروح اجمع. خليني اقول لكم انا هجمع كل حاجه ازاي. تمام، بالنسبه للستون اللي احنا هنحتاج حوالي 6 شلقرات او 7 شلقرات منه بناء الجزيره. هجمع الستون عن طريق عمل حوالي طابقين للبيس بتاعي تحت من هنا كده. اما الاندسايت اضطر ان انا اروح الكيفز واجمعه بنفسي من هناك، بحيث ان دي الطريقه الوحيده حرفيا اللي انا اقدر اجمع فيها اندسايت. تجميع الديب سليت برضه هيبقى بنفس الطريقه اللي انا اروح للكيف الضخم جدا المليان ديب سليت تحتيه واجمع منه. انا اجيب معايا بيكون واخد هيستو، مش هيفرق في حاجه لان ده ديب سليت فهيقعد 3 سنين ضوئيه عمال ما يتكسر. طبعا مش محتاج اقول لكم ان الطف هيتجمع بنفس الطريقه اللي بجمع فيها الثلاث بلوكات دول. اخر ماتيريال هضطر ان انا اجمعها هي الجراس بلوك، واجمع الجراس بلوك حرفيا من اي حته، يمكن من هنا يمكن من هناك، المهم ان انا اجمعه من اي حته هنا حرفيا لانه موجود في كل حته. محتاج كميه جلاس كتيره، فبالتالي توقعت ان اروح اجمع سنت. لا راحت الايام دي خلاص، انا هشتري جلاس حرفيا. انا مبسوط جدا بشطر راجع مع ساند. بعد ما خلصت تصوير الحته دي قعدت وقت طويل جدا بجمع موارد اندسايد ستون وديب سليت وجراس بلوك بالهبل عشان نبدا في الجزيره. حابب اقول لكم بس انا بوريكم مشاهد قصيره من تجميع الموارد، عشان انا مش عايز اضيع وقتكم ان انا اوريكم تجميع الموارد بالكامل، عشان نكون صريحين مع بعض. يعني انت ضغطت على الفيديو عشان فكره الفيديو، مش عشان تشوفني وانا بجمع موارد، صح؟ اكيد صح، ولا اطلع لك بالليل وانت نايم. اوكي، خلصت تجميع الموارد بعد وقت طويل جدا. كده نكون احنا جاهزين لاول بناء فقط، احنا كل ده بنحضر في اول بناء فقط اللي هي الجزيره. خلينا اوريكم احنا كسرنا قد ايه في الوقت ده. زي ما انتم شايفين انا يا شباب دي موارد الجزيره فقط. احنا لسه ما بدناش تجميع موارد الميجا بيس حتى. ما بالنسبه للطف ف ممكن يكون في مشكله، الطف عذبني حرفيا وانا مش عارف اجمع منه كميات كبيره جدا، فاظن ان انا هغير البلوك في التصميم ذات نفسه. فبدل ما هو يكون ستون اند سايت بعدين طف، هحاول انا الاقي لي بلوكه ثانيه، هحاول انا الاقيها بلوكه اقدر اجيبها بسهوله هنا في العالم العادي وما تكونش صعبه جدا واقدر اجيب منها كميات كبيره. انا كنت مجمع كل ده لان البيس اللي هو ليفل 2 اللي انا عملته ده عشان اجمع ستون، الليفل ده كنت عايز اخلي الارض بتاعته ستون، وكمان الارض اللي بعد الغرف دي عشان نعمل غرف كتير، فانا عايز اخلي الاراضي بتاعتها برضو ستون او سموز ستون بالتحديد، فعشان كده جمعت ستون بزياده. لكن ممكن ااجل التو ده اللي بعدين نستخدم الستون بدل الطف، وده على الاغلب اللي احنا هنعمله. عايزكم تدوني اقتراح اعمل ايه بالاوبسيديان ده، لان انا عندي حرفيا كميات اوبسيديان رهيبه جدا ومش عارف اعمل فيها ايه. حاليا المخزن بتاعي كله مليان، بس انا متاكد بعد ما نخلص المشروع هيرجع يتفضي تاني. اوكي، اظن كميه الموارد دي هتكفي حد الان، ومش هاخد معايا اي جراس، احنا هنشتغل على الطبقه اللي تحت من الجزيره وبعدين نطلع لفوق. شباب كل واحد فيكم انا حابب اقول لكم ان انتوا احتمال ما تشوفونيش لمده 20 يوم ماينكرافتيه او 10 ايام ماينكرافتيه اما ما اخلص الجزيره دي، وانا عارف انكم تشتاقوا لي، فعشان كده هحبس انفاسكم لحد ما اجي. ياب يستحسن لما اجي الاقي كل واحد فيكم ميت مخنوق عشان مش بيوصل له هواء. اوكي يلا بيس. نسيت اخد فاير وورك. قبل من الاسباب ان احنا لسه هنا في العالم العادي قبل ما نروح نتعذب في بناء جزيره ما لامها لازمه، حابب اقول لكم ان الموف فارم دي والفارمات كلها اللي هنا هنقلها في الدور التحتاني من البيس بتاعي، لان انا عايز اخلي البيس بتاعي حرفيا اقوى بيس في ماينكرافت، يكفي كل شيء، كل شيء حرفيا. انا عارف ان ده هيسبب لاج كتير، بس هو كيرز يو نو، المهم انه يبقى بيس قوي. اوكي، اظن ان دي كميه فاير وورك هتكفينا لحد الان. ان فاكت خليني احطهم هنا واخد الشلكر ده معايا. معلش انا عارف ان انا حبستك عشان تموت، بس انا محتاجك حاليا. سو يا شوت اب.
ثانك يو فيري ماتش جود باي. انا مش مصدق والله، انا وصلت شوم 300 في العالم ده، ده على الاغلب عشان انا ما عنديش حياه وقاعد على اللاب 24 ساعه. لو اي حد فيكم الديسكورد هيشوف ان البروفايل بتاعي، بس تفتح بروفايل هتلاقيني فاتح ماينكرافت مده 12 ساعه قاعد بجمع موارد، نص الوقت اصلا بكون قاعد بتفرج على فيلم والنص التاني بكون مقفك. بس انا ما بحبش التافيك في العالم، لان ده بيخلي الايام بتمشي بسرعه، واللي هو بيبقى انا ايام بتمشي من غير ما اكون بعمل فيها حاجه، فما ينفعش ان انا اقعد افك كتير. فعشان كده بحاول ان افك على اقل ما اقدر، ولكن يو نو الجن باودر وهيك لازم نافك في الفورم كتير. احنا انا لازم احط ميه تحت. او ماي جاد بوم، الله عليا يا ابني، الله عليا. حط لي بس ميه هنا عشان ساعات بيبقى مش الله عليا خالص. ليه دي صودا بزياده؟ هلا والله حبيبي، حبيبي مالك، حبيبي ابعد عني، حبيبي حبيبي انزل، حبيبي اطلع برا، حبيبي اوه اوه في الفايت، حبيبي يلا حبيبي يلا 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 حبيبي انت كمان يلا يلا. بلاتفورم دي بتاعت عمر، يلا حبيبي يلا. اوه ادي بلاتفورم عمر فايف، ما حد يقرب عليها. دايم 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 دايم، حان وقت الشغل، حان وقت الشغل. كثير كثير جدا شغل، كثير جدا جدا جدا، كثير جدا كثير. لسه حد دلوقتي برضو مش عارف ليه دي سودة بزيادة، بس I don't care. اوكي اظن اللي احنا جاهزين يا شباب لبناء الجزيرة. الموضوع ده انا مستنيه بقالي حرفيا يومين، يومين وانا قاعد بجمع، بس يومين. Let's go let's go. انا متحمس، بس اشوف الشكل هيطلع عامل ازاي. جزيرة كبيرة جدا. يا إلهي يا إلهي ما أكبرها. إنها لجزيرة ضخمة جدا، وإن شكلها زبالة. في عملية التصميم احنا كنا فاكرين ان الستون اللي طالع لبرا ده هيكون فكرة كويسة، على اساس يعني دي افكت ان الجزيرة اتشالت من الارض وارتفعت في الهواء ودراما وبتاع، ولكن انا شايف صراحة ان شكلها وحش جدا وعلى الاغلب هشيله. كمان اتضح ان انا غلطان في كم حسابية كده، وتقريبا غلطان في كل حاجة، فعشان كده طلع شكل الجزيرة غريب شويتين. انا هحاول ان اظبطها، متلاقوش هتطلع شكلها احسن بكتير في المستقبل ان شاء الله. اوكي دلوقتي بقينا في المرحلة التانية، عشان المرحلة الاولى الجزيرة خلصت، دلوقتي بقينا في المرحلة التانية الميجا بيز ذات نفسه. زي انتم شايفين هنا انا عملت له اللي اوت بتاعه اوريدي، عشان اعرف بس مكان البوابة دي هيكون فين ومكان الميجا بيز هيكون فين. طبعا احنا لسه مجمعناش موارد للميجا بيز ده، فيعني نضطر احنا نرجع تاني للكرويين حبايبنا. اوكي وحشتو. ها شباب what the hell شباب what the fuck. خرجت من العالم ودخلت تاني لقيتهم ظهروا الحمد لله. جالي سكتة قلبية لثانية واحدة، افتكرتهم اختفوا. اشتقتولي اشتقتولي صح، مع ان انا حرفيا كنت لسه موجود عشان كنت بصلح ادواتي، بس انتوا اشتقتولي صح، قولوها كده عشان الكاميرا وكده. اوكي تمام يلا بينا. اوكي فطبعا في البداية احنا هنحتاج كميات ستون كتير، لان انا عايز اعمل سموز ستون وهنبني بالسموز ستون. يب البناء هيكون بالسموز ستون. او ماي جاد او ماي جاد واو، انا ليه بعمل كده مش عارف، انا غبي والله مش مظبوط انا. اوكي ده كان السوبر سمالتر بتاعي، بس انا نسيت المكان اللي بيتحط فيه القراط. انا حط كده اعمى، بس ده ممكن يبوظ السوبر سمالتر كله. يا رب ما يبوظش حاجه. دلوقتي المفروض نستنى لحد ما نلاقي دي بتضوي. ايوه اوكي لو دي بتضوي يبقى فاضل لنا دي، ولو دي بقت بتضوي معناه ان كل شيء تمام. ان شاء الله تضوي، ادوي بليز بليز بليز. ليش عم بوصل السوبر سمالتر؟ يس يس ستون دلوقتي هيجينا من هنا. خلينا نطلع كده بوك عشان نشوفه. شايفينه شباب؟ شايفينه؟ سموز ستون ايزاي. طبعا انا هحتاج جلاس كتيره، فخلينا نجيب الامل بتاعنا ونروح لحبيب الملايين. ويا انت ايش اخبارك؟ هتقعد معايا فتره؟ اظن انا هصرف الستاك امرالد ده على الجلاس.
او مثلا ممكن نصرف نصه. انا اوريدي عندي كميه جلاس كتيره اصلا في الشست ده وكمان في الشست ده، فظن انا مش محتاج كتير قوي. وياب دول كافيين انهم يعملوا قنبله نوويه. صدق بالله انتوا محتاجين اسم. انت باسمك حسنين، وانت محمدين، وانت احمدين، عشان انتوا كلكوا توام، في كل واحد بقى معاه اسم توام. جامده صح؟ انا عارف. في اخبار الاسم ستون؟ او شكلي قاعد هنا شويه. هاكر هاكر يا ربي هاكر. عمال ما ده يخلص اظن ان انا هروح اشيك على الول فورم بتاعتي. لازم ننام الاول عشان ما الاقيش وحش يفضى عرضي. صباح الفل، صباح النور على احلى خرفان في الدنيا. عاملين ايه؟ هذا اليوم المشرق يا شباب. انا عايز من الخروف ده كتير. احتاج لون بني منكم كتير، فشدوا الحيل يا شباب، امين، شدوا الهمه. وانا هفتح الشيس دلوقتي واكيد هلاقي فيه كميات سوف كتيره جدا صح؟ اوكي اسمعوا هنا يا حيوانات يا كلاب، انتوا كل واحد فيكم هيشتغل تمام على اقصى طاقته والا قسما بالله. اوكي دلوقتي هم جاهزين، ما فاضلش دلوقتي اللي احنا بس نقفك شويه، وانا متاكد 100% ان هم هينزلوا لي كل انا محتاجه، ولو ما حصلش هم عارفين ايه اللي هيحصل فيهم. هحتاج اسبريس كتير وانا معيش غير استكين بس، فدول مش كافيين لاي حاجه حرفيا. وبدل ما اعمل زي باقي الخلق واروح اعمل لي فارم خشب احسن بكتير من اللي انا اروح اجمع، هروح اجمع بنفسي عشان ليه لا عشان ليه لا، وعشان عندي غابة سبروس قدامي حرفيا. السبروس احنا نحتاج له التفاصيل بس، فالمفروض ما نحتاجش كتير قوي المفروض يعني. يا استغفر الله. لحمه نايس. رميتها احنا بنهزر هزار، مجرد لعبه، محدش يطلع تويتر، محدش كان. الماتيريال الجايه اللي احنا هنحتاجها يا شباب هتكون دارك اوك. الدارك اوك ده اللي هنستخدمه في البيلرز بتاعت الميجا بيست نفسه. عشان نجيب الدارك اوك ده على ما اظن هنضطر ان احنا نسافر بعيد شويه. ضحكت عليك، هو حرفيا ورايا، لكن انا هاجل تجميع الدارك لحد ما السموث ستون ده يخلص عشان اخلص ده بسرعه وبعدين اروح اجمع دارك. وموارد الميجا بيس شباب هي سهله جدا، لان الميجا بيس ده من الستايل المفتوح فمش بيحتاج موارد كتير. اما لو كنت مثلا قفلته مبقاش مفتوح كان هيبقى فيديو تاني لوحده. بالمناسبة طالما احنا هنا مع بعض بقى، قبل ما نروح لاخر تايم لاب حرفيا في الفيديو ده، فباخد رايكم هنا تمام. انا هعمل ديكور جامد جدا هنا، لان قاعد بطور مهاراتي في التصميم الداخلي زي انتم كنتوا شايفين في الليفل الاول فوق، ولكن انا عايز افكاركم الغرف في المكان ده، لان دي هيكون الطبق الثاني. بس انا مخطط مثلا ان انا اعمل غرفه هنا في النص كده كبيره حوالي 6 في 6، ودي هتكون غرفه الخرائط للمره المليون. مستوحاه من كلاود جيمر، اما حدش يكتب لي في الكومنتات عشان انا اعرفكم. اوكي غرفه الخرائط برضو فكره جامده جدا، ولكن انا عايزكم تفكروا معايا، تفتحوا بظلتكم الحمراء دي وتشغلوها معايا يعني، فاهم؟ افكار حلوه كده رقيقه خفيفه، ما تكونش صعبه بليز، ما تكونش صعبه. انا اوريدي قضيت 300 يوم بس بجهز للمشروع ده. اوكي يلا ادخل على التايم لاب الاخير معانا في الفيديو ده، هشتاق لكم جدا. مش قوي صراحه، اطلع بره. Oh yeah, let's go. This will make it easy. Easy. كده يكون المشروع بالكامل خلص، بس كان في حاجة مش مظبوطة. سبب ما انا مكنتش راضي عن البناء وما كانش عاجبني، وكمان الشباب اللي في الديسكورد كانوا شوية وهيسبوني مش عارف ليه، بس انا قررت ان انا اجل فيديو كمان يوم لهدف واحد بس، اللي انا احاول اخليه احسن من كده. طبعا ما بتكلمش عن المبنى نفسه، انا بتكلم عن اللي حواليه.
لان يعني حاسسها جزيره ميته ما فيهاش حياه. المنطقه دي شكلها متبهدل جدا وكل البوابات اللي حواليها دي مش عليها تصميم وكمان بيدرو في اللي هو لازم نحل المشكله دي. انا كنت قاعد هنا بختبر تصاميم حلو وطلع معايا التصميم ده للبوابات بتاعت البيدرو واظن ان ده التصميم حلو قوي، فعشان كده انا جاي معايا شلكر مليان الموارد اللي احنا نستخدمها في التصميم ده. غير كده بفكر ان اضيف شويه اشجار على الجزيره وعلى اغلب هشيل الستون المنبعثر في كل مكان ده. يلا نبتدي شغل. هنا بدا الشغل على المنطقه من كل الجوانب. اول حاجه عملتها ان انا عملت التصميم بتاع بوابه الاند على كل البوابات العشرين. بعد كده كسرت الستون المنبعثر في كل مكان، حطيت شويه اشجار وحطيت التوتشات النهائيه على الجراس. كده حرفيا نكون نقدر نقول بقى ان احنا خلصنا. الحمد لله خلصنا. دلوقتي مبقاش فاضل غير حاجه واحده بس عشان نقول ان المشروع ده اكتمل، البوابه. بالنسبه للبوابه في تصميم اخير بس في بالي هعمله لها وكده يعتبر خلاص. بوم كده رسميا المشروع ده كده بالكامل خلص، ويا له من مشروع جميل جدا جدا جدا. في حاجه تانية انا عايز اضيف على المشروع ده بس اظن هضيفها في المستقبل ان شاء الله، وهي اندرمان فارم. تمام، اللوجيك بتاعي ايه يعني تفكيري بيقول ايه، ان انا لما شمعت الجزيره دي بالكامل، الجزيره دي كده بالكامل كلها متشمعه، ولو انا ملاحظ ان في اندرمان فور مينيت لا ده فوق اوكي. فالجزيرة دي كده كلها متشمعة يا شباب ما عدا الصخور اللي هناك دي، فالصخور اللي هناك دي يقدروا يترسبنوا عليها الاندرمان. شوفوا المنطق بتاعنا ايه، لو اشمع كل شيء هنا تمام وابني الاندرمان فارم في النص هنا كده، هل هتكون شغالة ولا لا؟ عايزكم انتوا اللي تجاوبوا لي على الكلام ده لان انا مش ذكي للدرجة دي. فيا دلوقتي ما فضلش غير حاجة واحدة بس، نشوف المنطقة بالشدر. اوه ماي جاد هولي شيت. طبعا انا حاسس ان كل حاجه ضلمه بس هو يعني برضه المنظر حلو. كان محتاج المبنى ده اضاءه من فوق صراحه، انا غلطان ما ضفتلوش اضاءه من فوق، بس الشكل نار، الشكل نار يا شباب خصوصا من جوه. شوفوا او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. اوكي كفايه خلاص خلينا نرجع للبيت. يلا 1 2 3 و بيتي فرماتي راحت، بيتي الجميل. خدميه قصدي الفيليجرز بتوع الجمال عاملين ايه، كويسين؟ انا بقالي فتره طويله ما شفتكمش كتير قوي، ما شفتكمش. فرماتي ار يو اوكي، اشتقتوا لي؟ بكده نقدر نختم فيديو النهارده يا شباب بنجاح عظيم جدا لمشروعنا الاند القامت جدا. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو يا شباب، اتمنى تكونوا استمتعتم، ما تنسوش تقيموا الفيديو برضو في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي، بيس. انا مش مستعد ان اخلص الفيديو ابن اللذينه ده، وقت اللي انا اروح اكل بطيخ.